قال وكيل وزارة العدل عبد العزيز الماجد إن السعي نحو متابعة أطر تعزيز التعاون الخليجي في المجال العدلي يمثل أحد مظاهر التكامل الحقيقي والبناء بين وزارات العدل في دول المجلس. وأضاف الماجد في كلمته الافتتاحية اليوم للاجتماع 18 لوكلاء وزارات العدل الخليجية أن مثل هذا الاجتماع على طريق تعزيز التعاون يعد توثيقا مستمرا وفاعلا لروابط التعاون القانوني بين الدول الخليجية. وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين يحفل بالموضوعات المهمة والقيمة التي تتطلب البحث والدراسة لما لها من زخم حول معطيات التعاون القانوني والقضائي والعدلي. تواصلت فعاليات الاجتماع 13 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الاجتماع أكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر لوغيان أن توصيات الاجتماع تسعى إلى إيجاد آليات ومبادرات تسهم في تطوير منظومة التكامل بين دول المجلس فيما يخص الشأن الإسكاني نحو توفير السكن الملائم وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية. انتهينا للتو من إقرار البنود الواردة في جدول الأعمال، وباختصار البنود كانت هي إقرار لائحة وشروط الجائزة المقدمة من دول مجلس التعاون في مجال الإسكان، كذلك تم الاطلاع على آخر مستجدات موقع قواعد المعلومات الإسكانية اللي استضافتها مشكورة مملكة البحرين والموقع الموازي في الأمانة العامة لمجلس التعاون، كذلك تم إعداد برنامج للزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية ما بين دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات في كل دولة من هذه الدول.